مشوار صعب يا مصطفى. يمكن الناس ما تعرفش برضو ان انت قبليها باسبوع وعشر ايام اتصبت وكان كتفك وخرجت قلقتنا عليك وعلق كتفك وبتاع لدرجه ان انا قلت دخلها في الكتف بعد الشهر يعني بعد الشهر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا كنت بلعب بطوله اقل منها شويه، بطوله جولد يعني عندنا في في البي اس اي، وساعتها كان عندي درو صعب، كان عندي مازن هشام وكسبت مازن هشام الحمد لله، بعد كده طارق مؤمن، بعد كده علي فرج في نص نص النهائي، كان 1-1 وخلاص اخر الجيم الثالث. كنت انت اللي كاسب ولا كان لا هو كان كسبان وكنت بحاول ان انا ارجع في الماتش، سرحت شويه وبحاول ان انا ارجع، طبعا كوره بقى اندفاع بقى رهيب بقى، لاعب كوره هو في اخر الملعب خالص، انا رحت طاير فطرت في الاخر رجلي يعني خدتني ورحت رايح بقى على الازاز على طول، فخبطت هنا كتفي خبط لا ده كان ممكن كده. ممكن كمان يعني الحمد لله ان هي كانت تتخلع يعني، كان هم متوقعين يعني الدكتور بتاع البطوله كان متوقع ان في خلع في الكتف من الكدمه، ما كنتش عارف اتحرك في الاول، بعد كده يعني كرامبات بقى في كل حته في جسمي، انا مش قادر اتحرك عليها خالص لغايه لما لقيت حاجه بتعمل طك كده فك طك مره واحده، ما اعرفش بقى ده الطك دي ايه وحاجه زي كده، خلتني انا اعرف اقوم بس ممكن تبقى عضله بالظبط. فما كده رحت ماشي طلعت طبعا شايلني بقى يعني الحمد لله يعني بالعافيه قدرت ان انا اسند ايدي كده الحمد لله، طالما قالوا لي ان انت قادر تحركها يبقى الحمد لله مش الخطوره الجامده قوي، بس طبعا اليوم ده ساعتها ما كنتش عارف انام وما كنتش عارف اقلع التيشيرت عندك حتى امريكا بعديها ما فيش 3 ايام عندي بطوله كبيره جدا، تاني بطوله اجمل بطوله اللي هي بطوله امريكا المفتوحه، كان 3 ايام فاصل 3 ايام بس، وانا كنت في بلد سان فرانسيسكو المفروض اسافر 5 ساعات للبلد دي طيران، فانا مش عارف اقرر، هي سان فرانسيسكو البطوله اللي كانت اللي هي نيت سويت، وبعد كده رحت على بعد كده المفروض اروح على اليو اس اوبن بقى في فين؟ في فيلادلفيا، بس انا نزلت في النص ساعتها كان انت كنت لوحدك يا مصطفى؟ انا كنت لوحدي عشان ما ينفعش يكون اي مدرب يكون معايا عشان عشان الكورونا وكده، فش حد يكون اي حد متواجد معاك يعني، ف الكرة دي جت بخسارة على كابتن محمود. طب لا المهم ان هو يكسب، مش عارف يعني مش مهم، انا المهم ان هو يبقى يكسب ويكسب. لا يعني وبعد كده رحت مني قرر بقى هخش اعمل اشعه اعمل ايه؟ عملت ايه طيب؟ عملت اشعه؟ لا يعني هو ما عملتش اشعه، وبعد كده في طبعا يعني كابتن مصطفى عصام واحد من عارفه طبعا يعني طب نادي الاهلي وسافر من سنتين كابتن من اولاد النادي الاهلي من اولاد النادي الاهلي كان في انهي ولايه هو؟ في ولايه نيويورك، ورحت له نيويورك؟ نيويورك رحت النادي بتاعه هناك، كان عنده مدرب اسمه كابتن احمد دكتور كمان كابتن احمد كان بيساعد دكتور حسام القبراشي وكده، فكشف عليك؟ كشف عليا هناك قال لي ما تقلقش فيهاش حاجه خالص، عايش المصريين عايش انا فيهاش حاجه خالص، قال لي بس انت خايف في رهبه هي كدمه كبيره خش لا مش هتلاقي فيها حاجه، ناقص يومين دلوقتي يومين ما فيش، دخلت جربت في الاول مش عارف اضرب، بس انت كده غيرت رحلاتك، انت كنت هتطلع لفيلادلفيا الاول على طول، رحت نيويورك الاول المفروض اروح فيلادلفيا اصلا اروح لمكان البطوله اللي انا كنت هقرر هناك، ودي لقطه الاصابه هي مصطفى احنا جايبينها لك وخلي بالك برضو انت طبعا بتفكرك بلحظه اليمه شويه، بس طبعا هي لحظات، بس انت غيرت رحت نيويورك، رحت نيويورك اصل المفروض كنت اروح اطلع البطوله على طول. ما انا فاهم وطبعا وانت معلق طبعا دراعك، احنا شفنا الصوره دي انا بصراحه هنا في البرنامج خديت. انت قلت خلاص صح؟ انا قلت خلاص كده، ان انا عمري ما بسلم يعني، دي كان اول مره اسلم فيها في بطوله، عمري ما كنت بسلم يعني. طب ما انا عارف طبعا انت مستحيل انت بتلعب لاخر نفس، بدليل البطوله دي 2-0 انت خسران، لا ده انا هاجي لحاجات ثانيه، بس دلوقتي انت رحت نيويورك المصريين طبعا ساعدوك ونجومنا هناك في سكواش ساعدوك، نادي الاهلي في كل حته، نادي الاهلي يعني انا واصل معاك في نيويورك على طول، على طول مصطفى كان مدرب في النادي الاهلي، كان في الاهلي وهو انت كلمته ولا عملت ايه ولا هو تواصل معاك؟ هو كلمني على طول ساعتها، لا انا على طول بروح له يعني على طول، تنزل عنده اي بطوله في امريكا لازم اروح هناك حتى لو كان المسافه طويله جدا، نروح نعمل كامب هناك نعسكر هناك هو وكل التيم اللي موجود زياد رشدي الناس كلها هناك. فين في نيويورك؟ في بروكلين، في بروكلين هو عنده